المغرب يتمتع بتراث ثقافي غني ومتنوع. ستكون تجربة ممتعة أن تستمتع بموسيقى الفنون الشعبية ومشاهدة الرقصات المختلفة والاستمتاع بتنوع الفرق الموسيقية. يعتبر اللباس التقليدي الذي يتميز بتداخل الألوان مصدرا للفرحة والبهجة، وسيكون من دواعي سروري استكشاف تلك الثقافة الجميلة عند زيارتي لأي مكان في المملكة المغربي. كما أن الصناعات اليدوية والخزف تعتبر علامة مميزة للمملكة المغربية، حيث يشتهر المغرب بتقديم منتجات فنية يدوية رائعة مثل التطريز والنسيج والمنسوجات والفخار والخزف. تلك الحرف والصناعات التقليدية تعكس تراثا ثقافيا غنيا ومهارات حرفية متقنة. يمكنك الاستمتاع بزيارة الأسواق والمحلات لاكتشاف تلك الأعمال الفنية الفريدة وشراء بعضها كذكرى جميلة من زيارتك للمملكة المغربية. مراكش في مدينة مراكش، صح؟ مظبوط كده؟ أستاذ محمود، قول لنا إيه أحسن حاجة عندك هنا؟ يعني لو جيت أنا أخد حاجة من عندك، قول لي إيه أحسن حاجة ممكن أخدها قيمة اروح بها مصر اقول لهم هذا الصناعه المغربيه. اش نقول لك انا؟ كل شيء بحال بحال، اصفيا، كادير، مراكش، كل شيء. ولكن انا شايف شويه، يعني انا كان ليا زياره اخرى في مدينه فاس، ولكن شايف اختلاف كبير في الذواق ما بين ما بين اسفي ومراكش وما بين فاس. فاس غالي. الخزف ديال فاس غالي على ديال اسفي ومراكش. اغلى من اسفي. هو فاس. الخزف ديال فاس ماشي فاس. خلينا ناخذ ديال اسفي. هذا اسفي. كل شيء اسفي. ولكن ما عندكش ديال فاس هنا. لا، ديال فاس لا. ديال فاس لا. اسفي. هذا مراكش. هذا كله مراكش. الشمس. هذا معدن. كل شيء. مراكش. كل شيء مراكش، هذا كل شيء. أكادير كاين، هذا أكادير ديال أكادير، هذا ديال أكادير. ديال أكادير. تبارك الله عليكم. ولكن أنا أكثر أكثر حاجة عجبتني، شوف العرعر. العرعر اللي هو الخشب. هذا كاين صويرة، كاين أكادير. السويرة مشهور بالسويرة. السويرة العرعر. أكادير. أكادير السويرة. ولكن في اللول هو صويرة. السويرة. هذا القرقع. القرقع. هذا نوي. هذا مزيان للأكل. يحطوا فيه الأكل مزيان. ماشي العرعر. العرعر. هاي القرقع. هذا ماشي الماكلة. هذا ديكور. هذا ديال المكنه.